السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مجموعة قف إلى اليسار قف. موطني الجلال والجمال والسماء والبهاء في رباه في رباه والحياة والنجاة والهناء والعزاء في هواه في هواه. هل أراك سالما مناعما وغانما مكرما سالما مناعما وغانما مكرما قد كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسمى قبل البعثة بالصادق الأمين، فهو صفوة الناس وأعلاهم منزلة عند الله والناس. وقد مدحه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فما أحوجنا للاقتداء به واتباع سيرته ونهجه في حياتنا. وإن الأمانة لا تعني رد الودائع إلى أهلها فقط، فالصلاة أمانة، والصوم أمانة، والإخلاص في العمل أمانة. الفرج يعني بما معناه إنه كل ماكو شيء يجينا هكذا، يعني إذا أنتم كطلاب إذا ما تجدون وتجتهدون ما راح تلاقون النجاح. ونحن كمعلمة لو ما جدينا واجتهدنا من كنا بأعماركم ما وصلنا مرحلتنا هسعتها وصولنا معلمات.